السلام عليكم، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم بمقطع جديد. صار لنا فترة كبيرة غايبين عنهم يا رنا، تقريبا اسبوع ونص قلنا ما ننزل 10 ايام ما ننزل لكم فيديوهات، والاسباب كثيرة يا جماعة. فقبل ما نبلش المقطع يا ريت نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ايش بدنا يعملوا يا كلبوشتي؟ لايك اشتركوا في القناة. يلا اعملوا لنا لايك، وصلوا هذا المقطع 30,000 لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل مقاطعنا الجديدة اللي بنصور لكم اياها. سبب غيابنا، احكي لهم يا محمد. هو الاسباب كثيرة. اول سبب بسبب القصف اللي صار في خان يونس، اكثر من مجزرة صار في خان يونس. انتوا اكيد بتسمعوا الاخبار، وفي متابعين كتير تواصلوا معنا وطمنوا علينا، خايفين عن جد. والله بنشكركم من قلبنا، والله من قلبنا بنشكركم كتير كتير. من كل الدول تقريبا بيتواصلوا معنا، الدول العربية بيتواصلوا معنا وبتطمنوا علينا. شكرا لكم كتير، وبيحكوا نقلقنا عليكم بسبب المجازر اللي بتصير في خان يونس، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين ما زلنا بخير الحمد لله. بحب يطمنوا علينا، ايش في علينا؟ فهو السبب الاول بغيابنا هو سبب المجازر اللي صارت في خان يونس، والسبب الثاني سبب انقطاع الانترنت. يعني محمد الانترنت بيقطع كثير، هو كان يشتغل على شرائح الكترونيه، فخلصوا الشرائح معايا، انتهوا. يعني كان عندي شريحتين والتنتين خلصوا مع بعض، فحاليا بنشتغل من النت اللي هو الشوارع، ما بعرف انتوا ايش بتسموه بالضبط، اذا موجود عندكم او لا. كروت. نظام بطاقات، فهذا النت برضه مش متوفر على طول، واوقات بكون سيء جدا، بكونش التحميل فيه قوي، يعني الفيديو بطول بقعد باليومين لما يحمل. بدنا نقدم تعازينا لاهالي الشهداء، لكل الشهداء ربنا يتقبلهم، وللجرحى الله يشفيهم يا رب، وان شاء الله بتخلص هالحرب وبتخلص هالمعاناه، للأسرة كمان ربنا يفك أسرهم يا رب يا رب. طبعا في نقطة بدي أحكي لكم إياها، هاي أنا ما حكيتها نهائيا في الفيديوهات السابقة. أنا ابن أخويا تم أسره من ثالث شهر من بداية الحرب، ولحتى الآن هو مفقود، ما بنعرف عنه أي حاجة. يعني رنا خلت إلي مجال إني أحكي لكم هذا الإشي، أنا ما كنت بدي أحكي، ولكن ما بيجي يوم إلا وبنفكر في فادي. هو اسمه فادي، وبكون ابن أخويا، ابن الشهيد اللي استشهد في حرب 2008-2009 في حرب الفرقان. ربنا يفك أسره، وإن شاء الله يا رب تجينا معلومات عنه. إن شاء الله، ما بنعرف عن فادي أي حاجة، ادعوا له الله يفك أسره إن شاء الله، وربنا يطمننا عليه، لأنه ما بيجي نهار إلا وبنفكر في فادي. ربنا يفك أسرك يا فادي، أنت وجميع الأسرى داخل سجون الاحتلال إن شاء الله. وفادي أنا تصورت معاه فيديوهات قبل هيك كتير، يعني قبل ما نعمل قناتنا العائلية راح نعملكم أحط لكم مقاطع من هاي الفيديوهات. كنت أنا وياه كنا تحديات نعمل وإشي زي هيك، راح أحط لكم مقاطع صغيرة هيك تشوفوها. أنا كنت كتير صغيرة. سلام، كانت صغيرة كتير. خلينا نعدي لكم في تفاصيل هذا المقطع، وفي يومنا شو راح بدنا نسوي وشو عملنا في العشر ايام اللي فاتوا. وطبعا كمان ماما وبابا لقينا واحدة بتدرس، وماما وبابا سجلونا احنا الثلاثة عشان ندرس هندسة. طبعا بندرس انجليزي، يعني اليوم تاني يوم درس صحيح. خصوصي رحنا عليها امبارح وصورنا لكم كمان. هاي نحنا طريقنا على الحصة الخصوصية، بس قبل ما نروح بدنا نشتري دفاتر اقلام محايات برايات، لانه ما في عنا لا اقلام ولا بريت ولا شيء، فبدنا نروح نشتري بعدين نروح على الحصة الخصوصية. وشو يا جوليا؟ متحمسة تدرسي من أول وجديد؟ شايفين الردم ورانا مكان القصف، عن جد هم دمار كتير. فإحنا لقيت رايحين على السوق عشان نشتري، وهي لانا معانا، هي رانا بتمشي. امشي يا لانا، يلا هاي قلبشة بابا. شايفين يا جماعة الدمار هناك كتير كتير، وهان كمان هان في أبراج مدمرة زي ما شايفين هناك كمان برضو. هاي الناس زي ما شايفين تنقل المية نقل، وهنا وصلنا السوق تقريبا، وصلنا السوق يعني الله يكون بعون الناس. يعني حتى الشحن بيمشي، شوفي يا جولة كيف الدمار، شوفي كيف الدمار، حتى الشحن من فوق مكسوف ومن تحت زي ما هو، شايفين كيف؟ وبدنا ناخذ دفاتر. طب بس فيش بناتي؟ هاي جوليا بتنقي قلام، شو نقيت لون؟ شو وانتي يا لانا؟ يلا خذي واحد، يلا اثنين.
مهمش بس نفس اللون خديهم. لا هاتي لون زهري او موف. وانتي هاتي زهري او موف. ألسا هنا شارينا دفاتر وقلام هاي معلانة، بس للأسف ما لقينا ظروف عند الزلمة، فشايفين جولة كيف شايلاهم. شو يا لنا مبسوطة؟ لنا لنوس ايش مبسوطة؟ هنا وصلنا المكان اللي بدنا ندرس فيه. هاي زي ما انتم شايفين كل اللي هان خيم، فهي عايشة في خيمة وبتدرس في خيمة. هاي لانا بتكتب، شو بتكتبي يا لانا؟ شطورة. يلا اكتب شوف خطك، شوفوا يا ناس ما احلى خطها. انا لحالي درستني ولانا وجولة مع بعض لانهم تأسيس، بس انا ترجمة اعطتني، يعني كتبت لي كلمات اعطتنا على الكتاب وترجمت وقرأت، فهمتوا كيف؟ بس لانا وجوليا، لانا طبعا روحت، لانا ما رضيت تروح الا معي. زي ما انتم شايفين الجو شوي بده عتم، يمكن ادنى المغرب كمان. هاي لانا معي، وين لانا؟ هاي لانا معي. ما رضيتش تروح مع جوليا، قالت اروح مع سلافة، قلت لها خلاص خليكم نروح مع بعض. انا اجيب لك الدفاتر. بدك تورجيهم الدفاتر شو درست وشو اخذته؟ طيب ماشي، هلقيت حنورجيهم كل حاجة، استنى مستعجلة لانا. طيب متحمسين البنات للدراسة، مبسوطين كتير كتير كتير. يعني لاحظت انه لانا كمان، لانا يعني كانت تعجبني شوية في الدراسة ايام الروضة يعني، فالحمد لله الايام هذه يعني امبارح يلا يا ماما بنروح على المس يلا، واليوم كمان جيان يلا، تأخرت بسرعة بسرعة يعني. تخيلوا تخيلوا كمان كثير والله، لانه من زمان ما ندرس وما نراجع، يعني عن جد كثير كثير اشتقت للمدرسة، لصحبياتي، للدراسة، لكل اشي، كثير كثير اشتقت عن جد. ولصحبياتي يعني انا لسه ما بعرف عنهم شيء، وعن جد حابة كتير اطمن عليهم، بفكر فيهم كتير وبالمعلمات. والله كتير بيجوا عبالي. سلاف وجوليا كنا بنفس المدرسة، كانوا في نفس المدرسة صحيح. انا كمان اول الحرب واحنا بمدارس الناصر اللواء جانا خبر انه سكرتيرة المسألة استشهدت بالمخيم اللي احنا عايشين فيه. في بنت من صفي عاد ساكنة بالمخيم، فرحت عليها امبارح وسلمت عليها وقعدت عندها، فبتقول لي انا عرفت انه عنطيتنا الرياضيات اسمها ايمان، هي ايمان مطر، فبتقول لي استشهدت، وانا كتير كتير زعلت عليها والله. ربنا يتقبلهم من الشهداء ان شاء الله. الله يرحمها، والله كتير زعلت عليها، الله يرحمها يا رب. متأثرة سوس بموضوع المعلمة هذه كتير كتير متأثرة، يعني هي لما مش بس هي تعبانة وبتحكي لي اللي كمان المس ناهد كتير، برضو في كمان سادس وسابع الله يرحمه، يعني كتير الله كنت متعلقة فيها والله، كنت كتير بحبها، دايما كنت أخرف ماما عنها والله. المس كتير كويسة معنا كانت، وهي اللي حببتني يعني بالمادة، خلتني كتير عشقها والله. بالضبط، هي سلاف كانت كتير صعبة مادة الرياضيات، ولليوم أكتر مادة بحبها والله. حتى أنا كمان أكتر مادة بحبها العربي والرياضيات. المهم فيعني إحنا أطفال، يعني إيش ذنبهم أطفال غزة هيك نحلموا من المستقبل، من دراسة، من كل إشي، حسبي الله وأنت نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب خلص يا عمري، خلص 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 سكتهم يا محمد. احنا والله العظيم احنا لما سكتهم حبينا نعمل هذا الفيديو بدون هاي الاجواء، احنا ما بنحب نصور وتكون اجواءنا حزينه زي هيك، بس خلص سبحان الله. ليش مش بعيدنا والله. طب خلص بكتوني خلص. طيب خلينا نغير هالاجواء، احنا المتابعين غايبين عنهم 10 ايام يعني مشتاقين لنا، فبدناش نعدي باجواء زي هيك. طيب يا جماعه اليوم راح نصور لكم حاجات تغيير في الخيمه، في اشي صار في الخيمه تغيير جديد، خلينا نورجيهم اياه. هذا التغيير عملته على قناتي قبل قناتي، راح على قناتي. كيف؟ هذا التغيير، هذا هو التغيير يا جماعه، شايفين؟ ليش عملنا هذا الحبل يا جماعة؟ عشان ملابسي وملابس سوسة، فبنحطهم بالشنطة بتكسروا تكسير، فحبيت أعمل لهم هذا الحبل عشان ما يتكسروا من الشنطة، لأنه ما فيش كهرباء، ما فيش مكوى، كيف بدهم يعدلوا الملابس ويكوهم؟ فهذا أفضل إشي.
بنجيبهم من حبل الغسيل على المنشر بعد ما ينشفوا بننشفهم كمان هنا كمان مرة 100%. المهم هيك افضل. كمان شو بدنا نحكي لهم، محمد عمل بالخيمه فرشها، وعلى فكره قبل يمكن 8 ايام نزلنا فيديو وكان على قناتي تفريش الخيمه كيف فرشناها وزبطناها. شوفوا اللهم صل على سيدنا محمد، هذه كلها تفريش جديد زي ما انتم شايفين، ولا حبه رمل. والله نظافه مش طبيعي. بس اليوم زعلنا وتنكدنا كثير، ليش؟ لانه جيراننا كانوا يفحروا اليوم عندنا هنا وشوفوا ايش سووا. شايفين؟ دخل الرمل علينا هان. فزعلنا شويه وتنكدنا. مامي انا يعني بنام هنا. سلاب بتنام هنا. فزعلنا شويه انه كيف دخل الرمل، انها لقيتها 10 ايام مرتاحين من الرمل، رنا يعني مبسوطه ومرتاحه. الراحة النفسية لرنا انه شايفين هان، طلعوا لو سحبت هذا زي هيك يعني ما بينسحب، شايفين ما بيطلع نهائيا، يعني ما في رمل، ما في حشرات، ما في اي حاجة، لهيك رنا تريحت. كمان فرشنا قاعدة هيك برا، قاعدة على قدنا يعني مستبر فيها، بنصيف فيها، بنقعد فيها. طب خلينا نورجيهم هيك نظرة على السريع، لانه احنا ما صورنا لكم هنا كيف هذا هو المكان يا جماعة، زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هذا صورناه مقطع على قناة رنا، لو حابين تشوفوه راح يطلع لكم هنا، روحوا شوفوه. احنا بنسهر هنا، وطبعا هذه احنا رافعيننا هنا هيك تهويه، بعدي هوا علينا كثير حار، وفتحنا كمان من هاي الموضوع. وهنا كمان مسكر، ولكن فتحنا من هنا ومن هنا لانه كثير كثير الدنيا شوب وحار، حر 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 قد ما يعني تتصوروا. فهذا المنطقه هي مصيفنا وقعدتنا واكلنا فيها وبنعمل اكل. ذكرتني بالبرندة بلكونه، صح بلكونه الدار، حنحط لهم لقط على بلكونه الدار. امبارح جينا هذا الحرام كمان كان نفسه عنه بالبلكونه، اغلب قعدتنا واغلب اكلنا بالصيف لانها كانت شوي بارده، كانت بارده مش شوي بارده. وهي الممسح طبعا الدعاسه البلوزه عملها دعاسه بالضبط هنا عشان احنا لما بنروح على المية هناك رجلينا بتنبدع مية، فهنا بيمسحوا رجليهم قبل ما يفوتوا هناك او على الخيمه، وهيك رنا ارتاحت من الرمل. الحمد لله والله ارتاحت. وطبعا غير هيك طلعنا امبارح طرد غذائي. الله طرد الغذائي. انبسطنا كثير كثير، وانا كمان من شده الفرحه رحت مع بابا كمان عشان استلمه. انا شوفوا لانا، لانا متحمسه على الدراسه كثير. ايه لانا؟ ايش الدعوه لابسه طاقيه؟ عشان الشمس. لا يا قلبوشي خليكي هيك احلى، بدي اياكي هيك في الشمس. متحمسه على الدراسه. طب ناخذ هيك جوله على السريع للمتابعين. يلا حرف ايش هذا؟ هذا حرف ايش؟ شو هذا؟ حرف الـ حرف الـ A. A أبل تفاحة. برافو، يعني أبل تفاحة. وين حرف الكابيتال؟ كابيتال إيش؟ طيب وإيش كابيتال؟ شو يعني كابيتال؟ وهذا يعني الله. برافو عليك. أخذت اليوم كمان حرف جديد يا رنا، هيو حرف الـ B. هي يا جماعة كانت لانا ما شاء الله عليها، كانت تيجي من عند المس تكتب لي عرب وانجليش الكلمات اللي بتاخدهم عن غيب، والاحرف كانت حافظاهم، فهلقيتها مع الخوف ومع الحرب ومع البعد، يعني انتوا تخيلوا 10 اشهر كانت ناسة كل حاجة في العشر اشهر. بدنا نورجيكم الطرد الغذائي اللي طلع لنا. يلا هدية جولي اجيبه عنك انا والله يمكن ثقيل عليكي. فرحانة بالطرد الغذائي يا جماعة، فرحة مش طبيعية. هيو هذا هو الطرد الغذائي زي ما انتم شايفين. اي اللهم صل على سيدنا محمد، نعمة وخير كثير. الحمد لله طلع لنا في تومة باذنجان وخيار وفلفل وليمون وبصل وبطاطا، وما نسيت شيء زي هيك غير هيك صح؟ الطرود اللي زي هيك يا جماعة أفضل بكثير من المعلبات. مليون مرة أفضل، مليون مرة بكثير أفضل. هذا خيار؟ إيه الباذنجان دبلان كثير، بس يلا كويس هذا للشو كويس. فلفل هذا عندنا بسموه فلفل غزال صح؟ ليش؟ عشان طويل. قرن الغزال، يعني كل الباذنجان نفس الحاجة دبلان. نعم الحمد لله رب العالمين. بابا الله يخلينا اياه يا رب وما يحرمنا منه، يعني دائما بجيب لنا يعني مش حرمنا من شيء. الله لا يحرمني منكم يا رب. حبيباتي انتم دائما حنين على الطرد بشعر عشان اول مره يطلع لنا طرد زي هيك.
بيطلع لهم ترد يا جماعه بفرحوا عليها بنات كثير بالرغم يعني انه نهائيا مش محرومين ولكن بيفرحوا. يعني الحمد لله هاي الحاجات كلها متوفره الحمد لله رب العالمين. من هذا الباب احنا حابين نشكر المتابعين في ميزه شكرا على دعمهم المتواصل ان الله يبارك فيهم ويجزيهم الخير يا رب يا رب. وكمان ما بدنا ننسى كل الداعمين في موقع GoFundMe ربنا يبارك فيهم. والله شكرا لكم من القلب وان شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم يا رب وربنا يجزيكم الخير يا رب يا رب يا رب اللهم امين يا رب. وكمان في ناس كثير بتتواصل معنا على على الواتساب شكرا كمان لهم من كل قلب والله على المساعدات اللي بتقدموا لنا اياها الله يجزيكم كل خير يا رب يا رب وربنا يعوض عليكم. بابا خلصت خلصتي كتابه؟ الله. طب بتعرفي هذه الكلمه شو هي؟ ايوه هاي الكلمه هذه كرة؟ لا بالانجلش شو؟ بول. هي لسه عشان ما رجعت لها رنا نسيها، هي اخذتها عند الانتي بس لازم بدها ايش يا رنا؟ متابعة بدها متابعة مراجعة عشان تتذكرها وتضلها في ذاكرتها. ايش كتبها لك كانا؟ اميزنج. الله شو يعني اميزنج؟ اميزنج رائع رائع. شو لافش اخذتي؟ انا اول شيء بدت معي زي ما قلت لكم كلمات وترجمه فاعطتني من صف ثامن لسابع كلمات هيهم هدول كلهم وقالت لي بكره عليك املاء فيهم وهي اعطتني املاء وجبت 27 برضه كاتبه لك اميزنج اميزنج. واليوم اعطتني ماي بادي جسمي فاعطتني كل الاشياء اللي بجسمي بالانجلش وترجمه كمان كثير ممتاز. انا بطولش فيهم يعني شايفين الله يوفقك يا عمري الله ما يضيع لك تعب يا رب. امبارح بس درستهم وجبت فيهم علامه كامله لحالك؟ كتبتيهم مراجعه وصوت وكل حاجه؟ اه صف 7 و8 اعطتني ما شاء الله. كلمات وتدريس كلهم متحمسين اليوم عشان شو؟ طب انتوا عارفين شو حكت؟ لا ولا واحد سمع صح؟ عرفنا يعني تحكي لي ما بدك اياني احكي؟ خليه يحكي نعرف شو حكيتي له. تحكي لي بدي اشتري فستق. تعالي وين رايحة؟ وين رايحة تعالي؟ الشكل هيو معي ماما هيو معي افتح ايدك كانت معك شكل وين ضبطها. يعني انت معطيها شكل وهي مخبياه. الله قبل تقريبا ساعتين اخذت مني وراحت جابت فستق. المكسرات ما بتشتريهم يعني ما بياكلوهم كثير. يلا روحي احسن من الاندومي. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الله يوفقك يا رب. انا نفسي اشوفك لبلبه بالانجليزي الله يوفقك ولا يضيع لك تعب يا رب انت وخواتك ان شاء الله يا رب. وانت يا جوليا اليوم اخذت حرف البي زي لانا ومعها ثلاث كلمات وهي صحيح نسيت اقول لكم شغله هي اعطتني جابت لي كتاب سابع وبدت لي فيه وقرات لي درس الوحده ومنه صارت تاخذ كلمات وتعطيني فهمتوا يعني كان معها كتاب لما كتبت لها بالكتاب يعني هي بتعطيكي دراسه من المنهج بس منهج سابع يعني ما ها كتاب سابع هي كويس والله بتترجم معلومات كثير ممتاز بتقرا لي اياه كمان. طب ما بتعطيك شيء ما بتعطيك شيء خارج المنهج؟ لا هذا خارج عشان تستفيدي اكثر اليوم اعطتني اياها اللي هو الجسم ممتاز هو هذا خارج المنهج يعني هي قالت لي مره يوم بعطيك بالمنهج ويوم خارج المنهج هذا مهم جدا مهم جدا هذا كويس. جوليا طبعا يعني احنا صريحين معكم على الاخر ضعيفه في الانجليش نهائيا. اخذتي امبارح حرف الاي واليوم حرف البي حرف الاي ومعاه كمان ثلاث كلمات وحرف البي ومعاه كمان ثلاث كلمات وهدول الثلاث كلمات املاء. يلا الله يوفقك. كانت والله ماشيه يعني كويس في دراستها قبل الحرب ولكن بعد الحرب كثير تعبت ومع شده الخوف والانهيار فنسيت كل حاجه. نرجع كمان مره من اول وجديد بنعاني وبنرجع بنأسس من اول وجديد يعني كل ما ببلشوا انهم يصيروا البنات شاطرين يعني يعتمدوا على نفسهم نرجع من اول وجديد بنعملهم معامله طفوليه بالزياده يعني بنحس فيهم بنشفق عليهم من كثر الخوف اللي بيشوفوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي بدها تنشال. حاضر قلت نشيلها. يلا خلينا نعزل المكان. يلا يعطيكم العافيه. الله يوفقكم يا بنات الله ينجحكم يا رب. اشوفكم هيك باعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله يا ابي. ورجيهم الفستق اللي شريتيه. يلا
هذا هو الفزق، هذا الفول السوداني يا جماعة شايفينه، بنحكي عنه فزق، انتوا ايش بتسموه ما بنعرف، هذا نوع من انواع المكسرات. فزق المكسرات. حتنتفخ الليلة. يلا صحة وانا عيني على الكابتشينو. كلنا شربنا اليوم الا هيك. شكرا. قاعدة لانا بالطعم فينا. احلى حاجة شو بتزعقني قلبوشي؟ قلبوشي طعمتني اياها حبيبتي يا قلبوشتي انتي. كريمة. كريمة هاي البنت. يا رب تضلك على طول زيك كريمة. حنونة علينا وعلى خواتك ان شاء الله. يلا. الله يرضى عليك. طبعا انا بحب الكابتشينو كثير، بفضله اكثر من النسكافيه. وجوليا زيي يعني مثلي طلعالي. هو الكابتشينو كنا انتم بتحبوا النسكافيه، صرتوا تحبوا الكابتشينو هالقيت. عشانكم بتحبوه انتم دائما. اشتري لك مثلا، نلاقي بابا جايب كل واحد ياخذ باكيته ويشرب. صرنا نشرب اكثر من النسكافيه، نروح نشتري ونوصل. صح حبوه كثير، صرنا بطلنا نشرب نسكافيه. بطلوا يشربوا نسكافيه، هالقيته كلهم ايش؟ تعلقوا في الكابتشينو. غاروا مني غاروا. يلا صحتين وهنا. ايش يا لانا؟ كيف بنتلج المي؟ كيف بنتلج المي؟ احنا صورنا لكم مقطع حكينا لكم فيه كيف احنا بنتلج المي. الطريقه اللي احنا بنتلج. هذا وهي الحرام اللي فيه المي، شايفين؟ شايفين هي كيف؟ هي بتكون متلجه بس منيحه يعني، مش كثير يعني مقبوله، احسن ما انه تكون سخنه. صح؟ هيك يعني بتبرد علينا شوي على قليه. هي هنا احنا لو بدنا نقول بارده، هي مش بارده يا جماعه، ولكن افضل ما انه نشربها سخنه. لانه قبل ما كنا نتلج كنا نشرب الميه ساخنه. كنا نشربها ساخنه كثير، يعني قبل هاي الطريقه كنا نشربها ساخنه. كنا نوع منها. اي نعم. جوليا ايش عملت؟ شو سويتي؟ مرايه. هاي اللي بنتمرف. يلا المهم انت ما تعطلتيش. فداك. طيب زي ما انتم شايفين هاي رنا رجعت لفت السطل والمية المية. خلينا اشرب. هتشرب؟ بابا خليه يشرب. هو يا بابا مش متلجة، هي مش متلجة ولكن فيها نسبة من البرودة. مش افضل ما نشربها ساخنة؟ الحمد لله رب العالمين. احنا حاليا في شهر 7، يعني اكثر درجات الحراره بتكون في شهر 7. احنا قبل شهر كنا يعني لما نشربها كانت تكون ازقع من هيك، ولكن اليوم احنا في شهر 7 الجو بضله شوب للفجر، والحمد لله رب العالمين. شايف الفلفل يا رنا؟ نعم. الفلفل من الشوب والحر مسلوق. يا الله كثير دبلان كثير. هذا لسه امبارح يا اول امبارح انا شريته محمل. درجات الحراره العاليه شايفين يا جماعه دبلان. فيش ثلاجه، كنا زمان في ثلاجه وتكييف وإشي إشي. الله المستعان. هاي هون بدهم يشيلوا الخضره محمد وسوسو. محمد يا جماعه صار له اسبوع كمان وهو مرضان تعبان. اشو اسبوع؟ فلونزا. 10 ايام يا جماعه. والله احسن يمكن. فلونزا الصيف مش زي فلونزا الشتاء. صعب انه الواحد يتعافى منها بسرعه. صعب جدا. هذا كمان سبب من اسباب تاخير التصوير. نعم صحيح. عشان هيك تاخرنا كمان. عندي جيوب انفيه، لما بفلوز بتعب كثير، بصير عندي صداع في المنطقه هاي بالضبط، شايفين؟ هاي المنطقه. عنده صداع، يعني اليوم اخذت حبه تروفن يعني جاوبت معي بعد ساعه. الف سلام عليك. حسيت حالي انه رقد. ورنا الله يرضى عليها يخلي لي اياها. عملت لي كاسين ليمون. الحمد لله رب العالمين. الله جوله، ليش بتعاونهم مش يا جوله؟ تعال عاونيهم يلا. بس الخيار والفلفل والباذنجان هذول بدهم اكياس لانهم بتبلوا على طول. بكتات يعني؟ طب في بكتات؟ بيدبلوا. في. لا جوليا يلا جيب لي جوليا، هات لبابا يلا البكتات. خذي ورجي المتابعين وين. هيهم هذول هم بعلقهم هنا. ماما شو حطيت؟ يعني مسهله ماما عليك المشوار والتفتيش والتعب. والله ماما حط هاي فيها خيار. لا يا ماما بكياس. هذه يا جماعه ايش بنسوي؟ هاي بدل الطاوله بنحطها زي هيك وبنحط الاكل عليها. عن جد امبارح درسنا عليها صح؟ يعني طاولة للأكل وطاولة للدراسة. عادي معلش يا حسرة كنا طاولة.
نطلع من ابسط حاجه اجمل حاجه. البتنجان كيف بدك تشويه؟ مش تحضيه على فرن الطينه. خلص هي اربعه وبكره اربعه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. شوي الفلفل كله شوي؟ والتومه شوي. حط عليها تومه. طب ممتاز. بس بدنا زيت زيتون فش. انقطعنا من الزيت شايفين؟ زيت الزيتون. لا لا مش مشكلة بناكلها بدون زيت يعني ليش ناكل يعني؟ آه. خلص يلا بعينك الله يا رنا توكل على الله. هلا 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 الله يعطيك العافية. هاي سلاف فناكة قاعدة تتواصل مع المتابعين على الواتساب. ايش؟ يعطيك العافية. باذنجان والتومة والفلفل. يعطيك العافية. اشوف خلينا ناخذ نظرة كيف الوضع. اللهم صل على سيدنا محمد. بس حبتين بندورة؟ يلا يعطيك العافية. سلم ايديكي. ايش هات نعملهم؟ بعملهم انا بس انت جيب لي المكونات. المكونات لا انا بدي اعملهم وانت هات المكونات. يلا الله يرضى عليك هاتي. حطيت ورقات نعناع. اول مره ناكل النعناع بالصيف. ايه كنا نعناع. عن جد والله عكتر وانا مشتاقه له. حطيت مش كتير يعني كم من ورقه يمكن اربع ورقات. لسه هاي بابا قاعد يقشر. لانا دايما بتدحش حالها في التصوير اللي انا شايفه يا رنا. يعني اكثر من سلاف ومن جوليا بتحب تمسك الجوال وتصورنا. يمكن انتم ملاحظين هذا الاشي بدون ما احنا نحكي لها. صوري لحالها مسكت الجوال وبلشت تتصور سريع. المهم احنا جايين في الكاميرا مبينين انا وبابا. مبينة ماما وهي بتفرن في الفيلم. بابا ساعد بابا. ايوه مين اللي بساعد الثاني؟ انا ولا هي اللي بتساعدني؟ انت وياها في تعاون. ها العافية بابا. العافية بابا. الله يرضى عليك يا قلبوشتي. بنسمع اخبار والله يا جماعة حلوة كتير. ان شاء الله قريبا هيك يقولنا يلا تسهلوا روحوا على الشمال روحوا على بيوتكم. الأحلام ان شاء الله رب العالمين. لا ما في الأحلام إن شاء الله رب العالمين. نتفائل بالخير دايما. تفائلوا الخير تجدوه يا جوليا. الله يرضى عليكي. هاي أكلنا يا جماعة المتواضع. بيض مقلي وسلطة بتنجان مشوية. سلطة رهيبة. نعنع رهيب عليها. هل قيتها بنجربها؟ شو نعنع؟ نعنع حط نعنع عليها شايفة؟ والله حط عليها زاكية. طيب رنا ما شاء الله عليها من سلمانة في البيض. يعني بيض مقلي بيض شكشوكة على بندورة شكشوكة على بطاطا بيض مسلوق. يعني هم قاعدوا محرومين فترة كبيرة يعني. يلا صحة وانا صحة وانا دم البيض بتحبوا بيض بيض قشر. طيب يا جماعة عتمت الدنيا زي ما انتم شايفين. لا تنسوا تعملوا لايك اشتركوا في القناة فعلوا الجرس. سلام.